السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات كلية التجارة جامعة عين شمس. اليوم نستكمل معا سلسلة فيديوهات شرح كيفية التعامل مع منصة المودل. ففي فيديو اليوم نتناول كيفية الدخول إلى المحاضرات التفاعلية من خلال منصة المودل. أولا بعد تسجيل الدخول واختيار المقرر الدراسي، يتم الذهاب إلى الأسبوع المخصص للمحاضرة التفاعلية، ثم الضغط على لينك أوف أونلاين سيشن بعد ذلك يوجد ثلاث اختيارات الاختيار الاول هو داونلود ذا ويندوز اب عند الضغط عليه سيتم تحميل ابلكيشن مايكروسوفت تيمز على الكمبيوتر الخاص بك تاني اختيار هو continue on this browser وده عند الضغط عليه سيتم مشاهدة المحاضرة التفاعلية من خلال البراوزر الخاص بك او جوجل كروم تالت اختيار هو open your teams application وده بيتطلب ان احنا نكون حملنا ابلكيشن مايكروسوفت تيمز اولا على الكمبيوتر ثم الضغط على open your teams application هيتم تحويلنا ليه ابلكيشن مايكروسوفت تيمز بعد ذلك يتم الضغط على اوبن مايكروسوفت تيمز قبل الدخول الى المحاضره التفاعليه يجب غلق المايك اولا ثم الضغط على جوين ناو في حالة طلب السؤال أو الاستفسارات من دكتور المادة يجب الضغط على raise your hand بعد السماح لك بالتحدث يجب فتح المايك مرة أخرى بالضغط عليه أو unmute وعند الانتهاء يجب غلق المايك مرة أخرى والضغط على lower your hand وبعد انتهاء المحاضرة يجب الضغط على هيف مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتفوق